السلام عليكم، كنتمنى هاد لا فيديو يلقاكم في احسن الاحوال. فيديو جديد وميزات جداد وتخفيضات بمناسبه اقتراب عيد الاضحى. قبل ما نبدا الفيديو بغيت نشكركم على تعليقاتكم الزوينه وعلى التشجيعات ديالكم الرائعه. بالنسبه للاخوات اللي اول مره كيلتحقوا بالقناه، الى عجبكم المحتوى دعموها باشتراك وتفعيل الجرس باش يوصلكم ديما الجديد العروض. وكنبداو ان شاء الله بعد آلة البانيل اللي دايرين فيها تخفيض رائع، دايرين لها هاد الاسبوع 99 درهم، الحجم ديالها متوسط كما كتشوفوا، ها لي مارك ديالها 99 درهم. هاد الكونجيلاتور كما كتشوفوا كيكون عليه اقبال كبير في مناسبه عيد الاضحى وفي الصيف. هاني المارك ديالو كيفاش دايره، ها هو من الداخل ديالو، الحجم ديالو كبير، الثمن ديالو 2499 درهم، وكيعطيوك المده ديال 12 شهر. لو لا قدر الله وقع له شي ديفو اولا شي حاجه يمكن لك ترجعيه لهم يعاودوا له الاصلاح. وهاد الطنجره ديال الكسكاس ديال الالومنيوم، حجم كبير ديال 10 لتر تقريبا، بالغطايه ديال الكسكاس. كنحاول نتقل الفيديو باش تبان ليكم مزيان. الثمن ديالها 229 درهم فاصلة 90. وهاد القلاية الهوائية شوفوا الشكل ديالها كيفاش داير، مزيون هاني مارك ديالها، الثمن ديالها 1199 درهم. هاد البرارد ديال الشايبر الثمن ديالو 228 درهم، هذا الثمن ديالو حتى هو 228 درهم، هذا الثمن ديالو 229 درهم، هاد الحجم الكبير 259 درهم، حتى هاد البلاطويات ديال الفضة الحجم متوسط، الثمن ديالهم 164 درهم فاصلة 90. حتى هاد الشوايات كما كتشوفوا، ها لي مارك ديالها، الشكل ديالها، الشبيكة ديال إينوكس، الثمن ديالها 499 درهم. حتى هاد الصنيدلات صيفيين كما كتشوفوا الشكل ديالهم رائع، حتى هما دايرين فيهم تخفيض بمناسبة العيد، فيهم هاد الحجرات ديال الذهبي، الثمن ديالهم 109 دراهم. هاد البلاطو هذا ديال البلاستيك دائري، الثمن ديالو 49 درهم. وهاد المقالي ديال الطيفان الثمن ديالهم 88 درهم. وهاد الطبيصلات بهاد الشكيلات هادو، وفيهم الاحجام، كاين الصغيرين، كاينين المواسطين، كاينين حتى الكبار. بهاد الشكيل هادو ديالهم جديد، الثمن ديالهم 14 درهم. هاد الحجم الكبير الثمن ديالهم 24 درهم.